رجع ورا احمد سمير. بص حضراتكم، بص كل الناس بتبص على احمد، بص كل الناس ايه، واحمد بص احمد عيد في الاخر ايه، بص لهم، هو بص لهم في الاخر، بص لهم اهو في الاخر، بص لهم. صلاح سايب الكوره ومدي ظهره وزعلان، دخل احمد سمير، كمل كمل يا وائل، هتشوف احمد سمير برضو يعني ايه اتشتت، يعني هو كلاعب داخل اتشتت. بصوا حضراتكم، بص بيبص على بره وبيبص على احمد عيد بيشوفه فين، اهو بيبص على احمد عيد تاني وبعدين بيبص على الحكم، يعني اتشتت بشكل كبير جدا، اتشتت بشكل كبير جدا، فكان وارد جدا انها تضيع. بصوا بقى، بصوا التكمله، احمد عيد راح داخل وراح ضربه الجزاء ضاعت والكره ضاعت. بص احمد عيد بص بصه للجهاز الفني، يعني بيقول لهم يعني ان ليه بتعملوا كده، وهي موقف الصراحه يعني مش محتاج ان لاعب انت بتنزله ومش عارف ايه. في نظام، وكان لازم اللاعب يحترم النظام من الاول، او يحترم الاختيارات، او يحترم الترتيب من الاول، دي ما فيهاش مشكله، ولكن هو نازل عايز ياخد دفعه معنويه، هو بعيد الفتره اللي فاتت ما بيشاركش بشكل منتظم، بل بالعكس انت خد بنت وخليه يلعب ضربه الجزاء وخليه يخش، ما فيش مشكله خالص. دي وجهه نظري، انا بتكلم في وجهه نظري، انما التحليل اللي انا قلته لحضراتكم او اللي انا شفته قلته لحضراتكم، كان لازم تضيع ضربه الجزاء لان الراجل اتشتت، الراجل اللي داخل احمد سمير متشتت، بيبص على الجهاز الفني اللي قال لك خش، بيبص بيتقارن مش عارف ايه، هوب بره. فطبيعي جدا، انما في المجمل خلينا نقول نادي الزمالك ماشي بخطه ثابته، ماشي بشكل محترم جدا في الدوري العام، محترم جدا. هم الاول زي ما بقول لكم في انتظار مباراه ام بي بكره امام سموحه عشان يشوفوا مين يعني